فمش عايزين نخش في كده يعني، عارف حاجه يعني ان طيب احنا دخلنا دلوقتي فعليا سعاده المستشار فيما يمكن بالتاكيد تسميته ازمه، وفي محاولات لاحتواء هذه الازمه سواء ببعض المقترحات او بلقاء رئيس الجمهوريه برؤساء الهيئات القضائيه او اللي بيعول البعض على حتى مؤتمر العداله. انا بس عايزه اتحدث في النقط الثلاثه دول سريعا، يعني الحديث عن تخفيض السن اللي اثار حفيظه عدد ليس بالقليل من القضاه، في اقتراح بانه يمكن ان يتم هذا التخفيض مثلا على مدار 10 سنوات تدريجيا، وان يحتفظ القضاه بمرتباتهم حتى سن 70، هل هذا يرضي القضاه؟ انا بقول حاجه، ده احد الاقتراحات. طب ما ممكن يتعمل حاجه واحده، هي الفكره ايه؟ كل حاجه انا لو عايز اطور مكان وجدت ان في عيوب، كويس، لو اتكلمنا عن نقطه السن دي، طب ما نعملها زي الجامعه. ازاي النهارده يبقى تولي المناصب القياديه مثلا لحد السن 60 62 سنه لا اكثر، انما بعد كده يشتغل على المنصه، يعني ما يجوش ان هو يتولى منصب قيادي او ريادي او اداري داخل القضاء اكثر من 60 او 62 سنه. ليه؟ النهارده يبقى مثلا رئيس محكمه استئناف، يعني رئيس محكمه استئناف كامله يعني. لو جه سنه النهارده سنه سن 70 هيقعد مثلا 10 شهور على ما يعني بالفتره اللي بيمضيها، وبعد كده يخرج معاش، مش هيبقى خلاص هو تعب، راجل كبر وخلاص ادى رسالته وخلاص، وهيخرج معاش مش مشكله، او رئيس محكمه النقض او اي رئيس محكمه، كويس. انما لما يبقى مثلا عارف ان هو مثلا سنه 60 سنه وهيخرج معاش، هيقضي مثلا 10 سنين او 62، يقضي 7-8 سنين داخل الهيئه القضائيه، والقوانين اللي عمل مش يعني التطوير اللي عمله هو هيلقى هيشوف هيقابل نتيجته سواء خير او ان شاء الله يكون خير، كويس. هو هيبقى بيشتغل وهو عايز يطور، ده تطوير بس بالنسبه للسن يعني. واصل حضرتك ازاي؟ يعني مثلا زي الجامعه مثلا ما يتولاش مثلا منصب قيادي مثلا اكتر من 60 سنه، يبقى ممكن يبقى عميد الكليه او رئيس قسم تم 60 سنه بيرجع يبقى يشتغل استاذ غير متفرغ تاني، ويخش القسم تاني ويتعامل عادي جدا، او النظم او الاساليب اللي حاول يطور بيها المكان هو بيجني ثمارها. هو منطق الامور اللي هو الكلام اللي بيقال على انه لو هنتكلم عن السن، طب ما تبقى السن كده، يبقى في حدود المناصب القياديه والاداريه، هترضي الجميع وهتبقى تجربه كويسه. يعني هو تاني جوهر الموضوع انه ما يتم الحديث به لما يظهر الغضب من القضاء، فيقال انه بالتاكيد لن يتم اقرار هذه التعديلات الا بموافقه القضاء. و ده كلام احنا ما نصدقوش، لان ايه دلوقتي حضرتك ما هو كلام عام كتير، ان يجي يقولوا احنا خلاص قانون السلطه القضائيه وهنقعد ومؤتمر العداله، ومش مؤتمر العداله، مؤتمر العداله فين وقانون السلطه القضائيه شغال؟ النهارده في دعوه لا زالت مطروحه امام مجلس الدوله، نادي القضاه موكل فيها الدكتور جابر نصار بيمارس عمله فيها، كان لحد من اول امبارح بالمطالبه لوقف مجلس الشورى عن نظر قانون السلطه القضائيه. فين الكلام ده؟ وفين بقى مؤتمر العداله؟ وفين مؤتمر العداله مين اللي هيحضره؟ احنا ما نعرفش اي معلم عنه. يعني مدته قد ايه؟ هيقعد مره يقولوا ده في الاتحاديه، مره يقولوا في دار القضاء العالي. طب كويس، مين اللي هيناقش فيه؟ امتى جلساته؟ هيناقش ايه؟ مين اللي هيحضر؟ مين اللي مش هيحضر؟ نادي يعني القضاء وحديثه الواضح عن انه بيربط مشاركته في هذا المؤتمر بان يتم يعني اعداد واقامه المؤتمر تحت اشراف نادي القضاء، هل يفتح المجال ربما لازمه ممكن لا يعقد هذا المؤتمر؟ حتى لو ما عقدش المؤتمر ده مش يعني مش شايفين له معالم، يعني حضرتك احنا مش يعني الناس عشان برضو الناس ما تتصورش ان هي مؤتمر العداله ده لو ما تعقدش الدنيا تهدي، لا هو فين مؤتمر العداله ده؟ يعني ما فيش معالم واضحه له. وبعدين مؤتمر العداله ازاي يعني حضرتك بتقولي رئيس الجمهوريه، حتى سياده رئيس الجمهوريه طبعا ينور ويشرف، بس النهارده ازاي وهم الجماعه بتاعته قاعده تطلع تشتم في القضاه وتقول له عايزين تطهير القضاه، ويطلع المرشد السابق يقول القضاء الفاسد، ويطلع واحد زي ما حضرتك عرضته دلوقتي رئيس لجنه في مجلس الشورى يقول لك القضاء هو اللي دعم الفساد في الدوله ورسخ قواعدها، ويطلع كل ده فين رئيس الجمهوريه؟ ما حتى ما استنكرش رئيس الجمهوريه نفسه، مؤسسه الرئاسه، والله يا مؤسسه الرئاسه تستنكر ما حدث من فلان وبتاع مش عارف ايه، فين الكلام ده كله؟ وهم حاجه واحده كلهم.
عارف كلام حضرتك بيفكرني يعني بالظبط بجلسات الحوار الوطني ونفس الكلام أزمة الثقة. ما أصل عندنا تاريخ طويل من أفعال حقيقية فيصبح الوعود أو حتى الحديث عن حوار هو مرتبط بالأساس بأزمة الثقة. دي كلها حضرتك مش أزمة الثقة، دي كلها بنعتبرها مسكنات منتهية الصلاحية، يعني خلاص يعني قديمة استخدمت قبل كده يعني عارفك. طب ما القضاء، القضاء اضرب شؤونهم يقولوا والله طلعوا لنا قانون سلطه قضائيه، عدوا لنا قانون سلطه قضائيه يا جماعه في اول في حين اول مجلس نواب يتعمل اللي هو المجلس التشريعي الحالي يبقى ده يقدم فيه. ايه الاستعجال؟ القانون سلطه قضائيه لازم يطلع دلوقتي، لازم حالا قانون سلطه قضائيه وانظروا مجلس الشورى. ليه ايه اللي حصل في الدنيا علشان الاستعجال الفظيع والرهيب ده؟